السلام عليكم أبناء التلاميذ، السنة الثالثة إعدادي. كيف ما وعدتكم اليوم غادي ندير لكم الدرس الثاني اللي هو مقرر في الدورة الثانية. وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. عنوان الدرس هو لي طون دو ريسي، يعني الأزمنة ديال الحكي اللي تنكونو تنحكيو فيها في القصص وفي الروايات. لي طون دو ريسي سون اوتيليزي بور raconter des événements qui sont déjà produits au passé. معناه لي طون دو ريسي يعني الأزمنة ديال الحكي كيكونوا مستعملين باش نحكيو أحداث كتكون ديجا راهية في الماضي، باش الأزمنة اللي جرات العادة كنديروهم دائما في لي طون دو ريسي هو كيف ما كتشوفوا قدامكم le passé composé, le passé simple, le présent narratif et l'imparfait. ولكن أبناء التلاميذ les deux temps qui sont utilisés toujours pour les récits, هما l'imparfait et le passé simple. عندنا هنايا واحد القاعدة صغيرة تقول pour raconter au passé يعني باش نكونو تنحكيو في الماضي اون اوتيليز سوفون يعني كنستعملو في الغالب لامبارتي اي لو باسي سامبل. مفهوم ابناء التلاميذ؟ لا ديفيرونس انتر لي دو طون، شنو هما لا ديفيرونس انتر لي دو طون؟ عندنا هنايا لامبارتي عندو عفوا ابنائي، عندنا لامبارتي عندو واحد ثلاثة ديال الحالات كيكون فيها لامبارفي في الحكي في لي ريسي، هو لا ريبيتيسيون او باسي يعني ملي تتكونو عندنا الإعادة، ديال الفعل في الباسي، يعني شي فعل راه حنا تنديروه و تنعاودو نديروه في الباسي. عندنا هنا واحد ليكزومبل شاك جور جو بروسي ا اي اس، كيفما كتشوفو لي تيرمينيزو باش يتعرف بعدا الفعل انه راه هو في لامبارفي la terminaison ديالو. هنا جو بروسي لو بروميير بيرسون دو سينغيليو دي سينغيليو فيها AES مي دون، يعني انا تنحك سميناتي في الماضي لكن دائما يعني في لا ريبيتيسيون و لابيتيد متعودة. المهم عندنا هنايا كيف ما كتشوفو ها هما هنايا لي تيرمينيزون ديال لامبارتي، غادي نرجعو لهم مازال غادي نرجعو لهم في لو ملي نبغيو نكونو AES AES AIT ONS EZ AIENT. مفهوم؟ عندنا الحالة الثانية اللي هي لا ديسكريبسيون او باسي. شنو هي لا ديسكريبسيون او باسي؟ كنكونو كنستعملو لامبارتي فيها، هي الوصف في الباسي، كنكونو كنوصفو شي حاجة في الباسي. عندنا هنا واحد ليكزومبل إل إيتي ميشونت، هاد إيتي راه هي لو فيرب إتر على الباسي، إلي تي ميشون كنوصفوها فين في الباسي. مفهوم أبناء التلاميذ؟ عندنا هنايا الحالة الثالثة اللي هي الحالة الثالثة لا دوغي، لا دوغي كنقولو دائما دوبوي مثلا دي موا أنايا سافرت أو أنايا كنت كنبريباري أو أنايا الشهر اللي فات درت شي حاجة، السنة اللي فاتت درت شي حاجة، هادي هي لا دوغي. لا دوغي في الماضي كنكونو كنديرو لامبارتي، مفهوم؟ يعني المهم راه هو هذه الحالة الأولى ديال لامبارتي. عندنا هنا يا أخواتي لا فورماسيون دو لامبارفي، كيفاش كيكون عندنا لامبارفي؟ تو لي فيرب اون لي ميم تيرمينيزون، يعني في لامبارفي لي فيرب كاملين عندهم لي ميم تيرمينيزون دو لامبارفي سون اكسيبسيون، يعني ما عندنا حتى شي استثناءات. و لي تيرمينيزون دو لامبارفي كيما قلت لكم من قبل راه هي AES AES AET EONS EEZ AIENT. مفهوم؟ عندنا هنايا واحد دي زيكزامبل في البرومي غروب، ان اكزامبل في البرومي غروب اللي هو تيرميني فيرب دو برومي غروب، كيف ما كتشوفوا هانتوما هو مصرف هنايا جو تيرميني AES تي تيرميني AES elle terminait à IT
terminé a été, nous terminions, I-O-N-S, vous terminiez, I-E-Z, elle terminait à I-E-N-T, elle terminait à I-E-N-T. مفهوم أبناء التلاميذ. عندنا لو فارب دو دوزيام جروب ديال المجموعة الأولى، تيرميني هي ينتهي، رياجير. رياجير معناه نفعل، نفعلتو. جو رياجي، كنحيدو هاد إي آر كيف ما هنا حيدنا هاد إي آر بخومي جروب. دوزيام جروب نفس الشيء، كنحيدو إي آر وكنزيدو نفس لي تيرمينيزو. جو رياجي، تو رياجي، إل رياجي، إل رياجي. Nous réagions, vous réagiez, il réagit, elle réagit. مفهوم؟ عندنا واحد الحالة اللي هي verbe du troisième groupe aller. J'allais, نفس الشيء، aller حتى هو نفس الشيء. ذهب. verbe du troisième groupe aller. اللي هو j'allais. عفوا أخواتي تليفوني سيس. اسفه قلنا لو فيرب الي، نعاودو ماشي مشكل. قلنا لو فيرب الي كيتصرف بحالو بحال لو فيرب دو برومي غروب، حتى هو نفس الشيء. ها نتوما جالي، تي الي، ايل الي، نو زاليون، فو زاليي، ايل الي، ايل الي. مفهوم؟ دابا المهم انا وريتكم هاد لي تخوا غروب، لي تخوا غروب دو طون لي هما كيتصرفوا في نفس الشيء. قلنا نفس لي تيرمينيزون، نفس النهايات. المهم عندنا هنا يا اخواتي لو دوزيام طون، لو دوزيام طون لي هو لو باسي سامبل، حتى هو كنستعملوه في لو ريسي، كنستعملوه في الحكي. كيف ما كتشوفوا لو باسي سامبل peut être employé pour exprimer les valeurs suivantes. يعني هاد لو باسي سامبل حتى هو كنستعملوه في الحكي في الماضي، عنده حتى هو واحد الحالات اللي هنا حنا غادي نشوفوها مع بعضنا. il exprime une action achevée، يعني كيكون عنده واحد الفعل اشوفي، يعني كنديروا واحد الحاجه في الماضي وانتهت. ملي كنديروا واحد الحاجه في الماضي وانتهت، ماشي بحال كنحكوا سنانا في الماضي وصافي ما غنبقاوش نحكوهم، لا كنديروا واحد الفعل وانتهى. عندنا لا دوزيام حاله كما كنقولوا، الحاله الثانيه، الحاله الثانيه هي كوم بليزيير فيرب او باسي سامبل، يعني كيكون عندنا واحد المثال اللي هو واحد الجمله فيها لو باسي سامبل متكرر على شحال من مره. الحالة التالية، الثالثة عندنا لي زاكسيون سودان، يعني شنا هي لي زاكسيون سودان؟ فجأة حتى كنديرو واحد الحاجة كنا درناها في الماضي فجأة وانتهت. عندنا لا ديسكريبسيون دي سنتيمون، يعني كنوصفو شي حاجة كنوصفوها في الماضي، ماشي شي حاجة، كنوصفو دي سنتيمون في الماضي، أو كنوصفو شي حاجة في الماضي اللي هي فيزيكمون، فيزيك. فهمتو؟ هادو هما الحالات ديال الباسي سامبل. عندنا هنا لي فورماسيون دو باسي سامبل بور لي فيرب دو برومي غروب، بالاضافه الى لو فيرب الي كيف ما كنقولوا. لي تيرمينيزون سون اي، ا اس، ا ام اس، ا تي اس، اي ار ان تي. يعني لو فيرب كيف ما بغى يكون، يعني دو فيرب لي فيرب دو تخوازيام غروب، تنهضرو على لو فيرب دو برومي غروب، عفوا ماشي تخوازيام، على لي فيرب دو برومي غروب في الباسي سامبل. هادو هما لي تيرمينيزون. جيكسبليكي، تو اكسبليكا، ايل اكسبليكا، ايل اكسبليكا، نوز اكسبليكام، فوز اكسبليكات، ايل اكسبليكيغ. مفهوم اخواتي؟ المهم هذا هو الباسي سامبل، كنستعملوه حتى هو بدوك الحالات اللي ذكرنا في الغيسي. وهذا هو الدرس ديالنا بصفه عامه اللي هو لي طون دو غيسي، راه ساهل خاصو غير شويه ديال التركيز. كنستعملوه فيه في الغالب لي دو طون اللي هما معروفين، اللي هو لامبارفي والباسي سامبل. وهكا ابنائي التلاميذ باش ما نطولش عليكم، نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس. و
وحتى الغدا ان شاء الله موعدنا مع درس جديد، وكنتمنى يكون الشرح واضح ونكون وصلت لكم، وهكا غادي نقول لكم السلام عليكم.